لو الحكاية فيها إن فيجو سيدي الملائم من المسيح حضرتك شايف أو أنت شايف إن إحنا إزاي نوصل لده مع الحفاظ على البرلمان التشريعي الذي سيخرج بقوانين للحفاظ أو لتفعيل الدستور الشعب كله أكبر تفعيل الدستور هو الحقيقة الكل منتظر البرلمان والحياة دي هدية من الدولة أن الأعضاء يمثلوا 200 مشرف فياريت احنا نستفيد من الفرصة دي في القوائم يعني في نسبة معينة ودي لمرة واحدة للدورة دي بس فياريت نستفيد منها وده عايز حوار مجتمعي ياريت الصحفيين ورجال السياسة مع شبابنا يعملوا حوار مجتمعي يمهد لانتخابات البرلمان أنا بدعو لهذا الأمر وتقود سيدنا في بنوطة لا أنا رجل دين ما فعش أقود الحاجات دي بنوطة انطلاقة أن تستمع أنا ممكن أشترك بس في الحديث يعني طبعا. لكن محتاجين لحوار مجتمعي في هذا الأمر جدا للحفاظ على البرلمان من التثلل للشخصيات هدامة يعني أولا لتفعيل الإيجابية والاختيارات الصالحة وكمان علشان يبقى فيه توعية بكيفية الاختيار من نختار وكيف نختار كيف ننتخب وخصوصا موضوع الدوائر الكبيرة 6 محافظات في دايرة بالنسبة للقوائم برضو دي عايزة حوار مجتمعي يعني اللي هترشح من المنوفية الدايرة عبارة عن القاهرة والأليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية بتاع الدقهلية يبقى معروف ازاي في الباقي بتاع المنوفية يبقى معروف ازاي كيف ستتم كل ده عايز حوار مجتمعي عايز توعية محتاجين توضيح وافي انا ما شفتش اللائحة ولسه الموضوع برمته ما طرحش للمناقشة غالبا لسه هيطرح في اللجان بتاع المجمع ثم في المجمع في نوفمبر فلسه مش حاجة طرح رؤية نيتك للحلول وللحفاظ على النص لا هو نص الإنجيل محدش يقدر يغيره لا طلاق إلا لعلة الزنا ما فيهاش فصال يعني لكن هيبقى في بعض الأحيان ولكن دراسة الحالات بقى كيف تكون تنظيم المجلس الكليريكي يتنظم ازاي يعني كل دي بقى قابلة للترتيب يعني. للترتيب كان في اقتراح كمان مجلس البابا ان يكون في 6 مجالس دي عشان مكانية عشان الأماكن عشان راحة الناس يعني بدل ما كله يبقى في القاهرة يبقى في الوجه البحري يبقى في الوجه القبلي يبقى في امريكا يبقى في اوروبا يعني حاجات مكانيه لكن القوانين واحده صحيح القانون سيدنا البرلمان المقبل ما اعرفش ايه اللي حصل يعني هل قدمت للرئاسه ولا لا المفروض ان هي يتم طرحها على البرلمان المقبل ام ترفع للرئاسه مباشره أنا ما أعرفش هل قدمت للرئاسة ولا لا مش فاكر تمام طيب سيدنا من لائحة منحاز البترول لمجلس النيابة مجلس النيابة فيه أصوات ظهرت في الفترة الأخيرة أن المجلس النيابة ينتهي بولاية من 2011 في بعض رد إن مفيش نية لدى الكنيسة إن هي تنتخب كمجلس نيابة تاني ولسه قداسة البابا لم يثير هذا الموضوع مع المجمع المقدس لأن إلغاء المجلس الملي أو بقائه ده يعني يحتاج إلى حوار مع المجمع فما أعتقدش إن في قرار لقداسة البابا في حاجة زي كده ولسه كمان ما تناقش إن يبقى في انتخابات فكلتا الحالات هتناقش من المجمع ده الدولة اللي بتحدد الانتخابات الدولة فلسه يعني ما طرحش الموضوع على المجمع تمام طيب سيدنا في
بشكل مقتضب كان في الإيمان وما إلى ذلك من أسماء. التوضيح من ناحية زيت المرور والفرق ما بين الطريقة القديمة والطريقة الحديثة. لا، هي المشكلة ما كانتش في تحضير المادة، لأن يكون المادة تيجي جاهزة زيوت تضاف ما فيهاش مشكلة. لكن الصلوات يعني كنا بناخد فترة في التجهيز لها صلوات، أين ستذهب هذه الصلوات؟ ومات الإيمان هؤلاء اللي حضرتك تتكلم عليهم كان ده سؤال صحيح. وقد يظن البعض أنه في حاجات اختزلت، حاجات انتهت ضاعت. صلوات التقديس هي بتعمل في القداس، لكن كان في قراءات، كان في حاجات، يعني ده كان الكلام بس. الصلوات دي مش الزمنيه بس؟ لا، هو الصلوات اتقالت كلها، اتقالت لكن القراءات يعني امكن ترتيبها يعني بطريقه او باخرى يعني. فهناك دم محلل، لكن اذا تم تفعيل القانون هنا سيكون هناك رادع. الحل ده يتم تقليص الحزبات طبعا. قانون سيادة مهم، سيادة دولة القانون، دولة القانون تحمي أمرك. سيدنا هو الدم البريء، الدم الذي يسفك لإنسان لم يسيء لمن سفك دمه. فالدم البريء يشهد أمام الله أو يصرخ أمام الله، زي ما ربنا قال عن أبيل، قال للقايين كده: ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها وقبلت دم أخيك من يديك. دم أخيك صارخ إلي من الأرض. فالدم البريء دم صارخ يشهد.